هذا الكلام إذا أرادوا أن يضيفوا من عندهم، فهذا قد يؤدي إلى مضاعفات نتيجة هذه الإضافات. فلذلك وباعتبار حساسية الموضوع، أتمنى أن لا يكون هنالك تفسيرات ولا تأويلات. اثنين، ما سوف نطرحه من دليل وعلاج قائم على البحث والتجربة، قائم على البحث والتجربة. سوف نطرح بحث قمنا به في قبل عدة أشهر تقريبا، قمنا به وكانت له نتائج استبان بحث دراسة قمنا بها وكانت لها نتائج، وعلى أساس هذه النتائج نحن بنينا ما سوف نطرحه من دلائل على خطورة هذه العادة، وما سوف نطرحه من علاج إلى هذه العادة. وفعلا كل من يعني قدمنا له هذا العلاج، نسبة كبيرة منهم استفادوا منه وتركوا هذه العادة إلى غير رجعة. ثلاثة، محاور حديثنا راح تصير ثلاثة. محور ديني راح نتكلم فيه هذه الليلة، محور صحي راح نأجله إلى الليلة القادمة ليلة غد، إضافة إلى العلاج. العلاج والمحور الصحي في الليلة القادمة، وفي هذه الليلة سوف نتكلم حول المحور الديني. الآن بعد هذه التنبيهات فلندخل إلى صلب الموضوع. أولا دعونا نسأل هذا السؤال: أنت من أي نوع من الناس؟ أنت تقف على أي جانب؟ جانب السبب أو جانب النتيجة؟ الناس أيها الأحبة نوعين: نوع يقف على جانب السبب، ونوع يقف على جانب النتيجة. الذين يقفون على جانب السبب هم الناس الإيجابيين، الذين يقفون على جانب النتيجة هم الناس السلبيين. دعونا نوصف هؤلاء الناس، ما هي صفاتهم، وهؤلاء ما هي صفاتهم، لنعرف أنا، لكي أعرف أنا من أي نوع من الناس. هؤلاء الذين يقفون على جانب النتيجة وهو الجانب السلبي، هؤلاء سميوا بالنتائج أو موقفهم موقف نتيجة لأنهم يجدون أنفسهم نتيجة أفعال الآخرين. شنو معنات هذا الكلام؟ معناته أن هؤلاء دائما ما يعتقدون أن ما يحصل لهم في حياتهم من فشل، من عدم توفيق، إنما هو نتيجة لأفعال الآخرين. الآخرين يأثرون في حياتنا، ونتيجة تأثير الآخرين في حياتنا هذا الفشل اللي قاعد تشوفه أمامك. مثال على هذا الكلام: هؤلاء لو أنا رحت إلى واحد منهم ما يصلي، طبعا أكثر حياتهم فاشلة، أكثر حياتهم فاشلة. لو رحت إلى واحد منهم ما يصلي وجودته، قلت إليه تعال ليش ما تصلي، فيجي يقول إليك والله أبوي ما علمني، يجي يقول إليك والله القرية ما فيها مشروع تعليم، يجي يقول إليك والله ما في أحد قال إلينا أن العلماء طلاب العلم ما علمونا، مو موجودين، ما يعملون. أنت تلاحظ في كلامه أنه جاي يلقي نتيجة عدم صلاته على من؟ على الآخر، سواء هذا الآخر قريب منه أو بعيد منه مو مهم، الآخر هو المشكلة مو أنا المشكلة، هو هذه النتيجة اللي بيوصلها، هو اللي بيقول هذا الكلام، الآخر هو المشكلة مو أنا المشكلة. أنا أم بأصلي، أنا زين،
أنا طيب أنا مؤمن، لكن شو سوي؟ أبوي هو السبب، أبوي أنا نتيجة لفعل الأب، أنا نتيجة لعدم وجود تعليم في القرية، أنا نتيجة لأن طلبة ما يشتغلون. وبهذه الطريقة يريد أن يوصل إليك أنه خالي من أي مسؤولية، والمسؤولية ملقاة على الآخرين، وإنما أنا نتيجة هذه الأسباب الأخرى. طبعا هؤلاء درجات، في درجة يقول إليك من الآخر، في درجة أخرى لا، تصل النوبة إلى أنه ما يلقي نتيجة أفعاله على الآخرين فقط، وإنما حتى تصل إلى أن يلقيها على جمادات. يعني اجي إلى واحد منهم هؤلاء تسأله ليش ما تقوم لصلاة الصبح، ليش ما تصلي صلاة الصبح في وقتها، يقول لك والله من المنبه أنا شو أسوي. فهو ينبي يقول شنو؟ إن المشكلة مو في أنا واحد طيب، المنبه هو المجرم، المنبه هو المجرم، والله أنا زين، والله حج فلان اللي يأذن في المسجد السماعات خراب، المشكلة مو فيه، مشكلة في السماعات، لو أنا أسمع السماعات أسمع الأذان أقوم، لو المنبه يشتغل أقوم. زي خب المنبه للحين ما اخترعوا لأن منبه يبدل بطاريها بروحه. فهو يوصل إلى هذا المستوى، إلى أنه في القائنا الأعذار، في تبرير الفشل، هم سبحان الله عندهم خلنا نقول إبداع في تبرير الفشل، عندهم إبداع في تبرير الفشل. فيقول إليك من الآخر دائما، من الآخر دائما، من الآخر. وعليه نتيجة هذا الكلام أنهم ما يبون يتحملون مسؤولياتهم. الشيء الغريب أنهم مع كل هذا ومليء حياتهم في الفشل، لكن تشوفهم في بعض الأحيان مستانسي، يعني ما يصلي ومرتاح أنه ما يصلي، مرتاح مستانس أنه ما يصلي، ما يقوم لصلاة الصبح مثلا مو مشكلة عنده، مستانس ما عنده مشكلة. ليش؟ لأن العذر الموجود عنده والتبرير يحسب أن هذا فعال أما لما يعطيه إلى الآخرين. طبعا عند الله سبحانه وتعالى ما يمشي. فهؤلاء الواقفين على جانب السبب النتيجة، الواقفين على جانب السبب هؤلاء الناجحين، هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أسباب النجاح، وإذا فشلوا فهم يعتبرون أنفسهم أسباب الفشل، وعادة ما يذهبون إلى سبب الفشل يعالجونه وينجحون. يعني إذا موجود عندهم أمر في حياتهم، هذا الأمر يعبر عن كبوة، يعبر عن سقطة، يعبر عن عقبة، عادة يعالجونه ثم ينطلقون من جديد، ما يوقفون يقولون وش نسوي، شلون كذا، ما شابه. ترى في ناس كثيرين لما تصيدهم مشكلة يحوم حول المشكلة، يحوم حول المشكلة، يحوم على حول المشكلة، ليش صادني كذا، ليش أنا، ليش كذا، وما يروح يحل المشكلة. طبعا الواقفين على جانب السبب يروحون إلى المشكلة، يتحملون نتائج أفعالهم، يتحملون نتائج حياتهم، مسؤولين عن حياتهم. زين، طبعا وش دخل هذه المجموعتين في كلامنا؟ أولا إذا كان هذا اللي يمارس هذه العادة من الناس الواقفين على جانب النتيجة، فهو راح يبرر لنفسه ممارسة لهذه العادة، راح يبرر لنفسه، لأن عادتهم التبرير، إبداع في التبرير، راح يبرر لنفسه ممارسة لهذه العادة، بيقول شو تريد أسوي، أنا موجود في هذا الجو الفلاني، جو الاختلاط، أنا موجود جو الجامعة، جو البلد الغربي، جو كذا، أنا شباب، ولأني موجود في هذه الأجواء، ولأني شباب، ولأن عندي طاقة، ولأن عندي غريزة ومثار، فيجوز إلي أن أنا أمارسه. وبهي الطريقة يريد يقول يعتذر إلى نفسه، وهذا الاعتذار مو مقبول.
هذا واحد. اثنين، لأن البعض يعتقد أن طرح مثل هذه المشكلة مو مهم. زين جاي أنت جاي تتكلم عن أمر حساس، أنت قلت عنه حساس، ليش تطرح الأمور الحساسة؟ نحن نطرح هذه المشكلة لأن الإسلام لو كان هنالك واحد فقط هو الذي يمارس هذه لو كان من الواجب أن نطرح هذه المشكلة لا إلى أن نصل إلى حل. مو عندنا مجموعة كبيرة، البحث والدراسة اللي سويناها على البحرين شارك فيها 700 واحد، 700 واحد شاركوا في هذه الدراسة، 700 واحد. فتحنا هذا الاستبيان لمدة 3 أيام، في 3 أيام 700 واحد هم اللي شاركوا، وقفنا ما نريد أزيد، وصلنا إلى نتائج غريبة مخيفة مذهلة. ثلث الذين يمارسون هذه العادة من الذين اشتركوا في هذا الاستبيان متزوجين، ولكن لا زالوا يعانون من هذه العادة السيئة. فيجي واحد يقول ليش انت تطرح مثل هذا، يقول لأنها خطيرة، لأنها تنخر في المجتمع، لأنه لا يمكن التغافل عنها، لأنه هذه إذا تم التغافل عنها وعدم التركيز عليها وعدم الانتباه لها سوف يكون آثارها وإرهاصاتها مستقبلا سيئة جدا جدا. أنتم شفتون أمس لما جينا نتكلم عن النظرة المحرمة، النظرة المحرمة كانت لها آثار لم تكن على البال وعلى الحسبان ولم تكن متوقعة، فشلون هذه العادة؟ ثلاثة، لأنه بعد هذا الطرح لا يجي واحد يجي يقول والله يا سيد كلامك صح، لكن شو اسوي ابوي او اخوي المجتمع ما شابه، فاحنا رفعنا الحجه من البدايه. زين، الروايه ينقلها الامام الصادق عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام، يقول جيء لأمير المؤمنين برجل عبث بذكره فضربه على يديه حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. هذه الرواية ينقلها الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام. شنه تحليلنا إلى هذه الرواية؟ رقم واحد، أن العادة السيئة الاستمناء محرم، تدل الرواية على حرمة هذه العادة. زين، ممكن واحد يشكل يقول أنت وش الجديد اللي جبته، يعني معروف أنه محرم. صح، ولكن نحن نقول ذلك لأن ما وجدنا أن هنالك ممن يمارسونها في مجموعة وإن كانت بسيطة تعتقد أنه محرم، ولكنه أقل حرمة من محرم آخر، فعشان ما أطيح في ذاك المحرم خلنا أقوم بهذا المحرم. وإحنا عندنا كل المحرمات متساوية، كل المحرمات متساوية، فضلا عن أن هؤلاء المبتلين بهذه العادة كثيرا ويريدون تركها، كثيرا ما يقومون ببحث عن أسبابها وطرق العلاج منها. ولأنه هناك في الغرب 90% من الرجال في أمريكا يمارسونها، 90% من الرجال في أمريكا يمارسونها، كل 10 9 يمارسونها، ولأنها مطلوبة. يقول لي ليش مطلوبة؟ أمس احنا شنو قلنا عن المواقع الإباحية؟ قلنا كل ثانية 28,000 يدخلون المواقع الإباحية المنتشرة على الإنترنت، هذا إذا ما مارس هذه العادة ما راح يدخل الموقع الإباحي، فشنو أسوي أنا عشان كمنتج إلى المادة الإباحية، شنو أسوي عشان أضمن دخوله؟ لازم أغربله بشيء أضمن بذلك دخوله إلى الموقع الإباحي. ف
فشو ايش اسوي؟ اروح اطلع دراسات تقول ان هذه تقول هذه الدراسات انها صحيه. في بعض الدراسات موجوده تقول ان هذه العاده عاده صحيه. لما يجي هذا اللي يطالعها وان القيام بها امر طبيعي، لما يجي هذا الشاب ويقرا دراسه مثل هذه يقول إذا هي صحية معنات هذه الحرمة اللي يتكلمون عنها مو حرمة كاملة، فمو مشكلة أن أنا أقوم بها، مو مشكلة. يعتبر بهذه الطريقة. طبعا هذه عملية تفكيرية تصير في العقل بسرعة فيوصل إلى هذه النتيجة. وأنتم تعرفون أن صناع هذه المواد الإباحية يريدون ضمان الزبائن مالهم، فشلون يضمنه؟ خصوصا أن العدد الهائل هذا يغري الآخرين بأن يدخلوها في هذا السوق. فيصير مو واحد بس اللي يقدم المتعة، اثنين وثلاثة وأربعة. فأنا عشان أحصل أكبر عدد ممكن لازم ألزمهم بأن تكون عندهم هذه المرحلة عادة. فهي محرمة محرمة محرمة. اثنين، أن أمير المؤمنين عليه السلام أوجد البديل لها، أوجد البديل إلى هذه العادة وهو الزواج. ضربه على يديه حتى احمرت ثم زوجه، ثم زوجه. ولو لم تكن هذه محرمة أمير المؤمنين ليش يضرب على إيده؟ ما قام به أمير المؤمنين يسمى تعزير. شنو معنى التعزير؟ احنا أيها الأحبة عندنا في الفقه الإسلامي باب نسميه الحدود والتعزيرات. شنو هذه الحدود والتعزيرات؟ الإسلام خلى عقوبات إلى بعض الأفعال الذي يقوم بها المكلف، مثل أنه إذا زنى موجود إليه عقوبة، إذا كان غير محصن يجلد 80 جلدة، إذا كان محصن مع توفر الشهود ومتوفر بعض الشروط يرجم. هذا نسميه حد، الرجم حد، الضرب أو الجلد حد. بعض الأمور ما إليها، ما خلى الإسلام إليها حد ثابت. هذه الأمور نسميها التعزيرات، وهذه ترجع إلى الحاكم الشرعي يعزر بما يراه موقف إلى هذا العمل. هذا لما جاءوا به إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عزره، ضربه على يديه حتى احمرت ثم زوجه وأوجد البديل. ونكرر ونؤكد أنه حينما يستصعب أمر البديل ألا وهو الزواج ينفتح الباب لمثل هذه العادات. احنا لما نجي نتكلم، والله القلب نقول هذا الكلام من حرقة، لما نجي نتكلم هذه الأمور مو مطلوبة. كل شيء يتعلق بالزواج وتصعيب الزواج وجعل الزواج شيء صعب مو مطلوب، يصل إلى مرحلة الإسراف والمحرم. احنا ما جاي نتكلم من فراغ، نتكلم لأن كثير كثير من الناس إذا انغلق عليهم هذا الباب راح ينفتح لهم باب ثاني. وليش أنا أخلي، ليش أكون أنا سبب في إشاعة الفاحشة؟ إذا انتشرت هذه العادة سوف يكون هذا المجتمع مجتمع غير آمن. الحين راح نشوف الأسباب ليش. وليش أنا أصير، ليش أخلي مجتمعي غير آمن؟ على أساس شنو؟ على أساس أن يعني أن أنا أحصل أو أدفع أو يصير عندي صورة كذابة معينة عشان بس أفرح الليلة في العمر؟ عشان ليش؟ عندنا أشياء مهمة أزيد، عندنا دين قاعد يخترق، دين قاعد يهدم ينخر في أساساته. أروح أنا أغض النظر عن هذه المصائب كلها وأروح أركز على هاي على هاي الأشياء اللي ما إليها أي حضور وما أنزل الله فيها أو بها من سلطان؟
ماذا يقول الفقهاء؟ طبعا الفقهاء مجمعين على حرمتها. السيد السيستاني في المسائل المنتخبة يورد المحرمات في بداية الرسالة العملية رقم 16 من المحرمات، والذي يعتبره من أهم المحرمات الزنا واللواط والعادة السرية الاستمناء، يعتبره من أهم المحرمات. الآن لما جينا نحن نقول حرام، ليش حرام؟ ممكن واحد يسأل ليش حرام؟ خلنا نشوف الآثار. حرام لأنها بها يستغني الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. إذا واحد حصل على هذا الإشباع من خلال هذه ممارسة هذه العادة يصل إلى مرحلة الشيطان هم كذلك يزين له الأمر يستغني فيها عن النساء، ولو كان هنالك نساء يمارسونها يستغنون بها عن الرجال. شنو النتيجة من هذا؟ النتيجة من هذا أنه يتوقف الناس. شنو اللي صار عندنا؟ وجدنا من خلال الاستبيان الذي طرحنا سألنا سؤال: هل تعتقد أن الزواج حل؟ إلى هذه الممارسة 193 واحد جاوبوا وقالوا لا. 193 واحد بنسبة 31%، بنسبة 27% جاوبوا قالوا لا، الزواج مو حل. طبعا بين قوسين أقول إليكم أيها الأحبة، 700 واحد شاركوا، ثلث الذين شاركوا متزوجين، يعني لا زال يمارس بعد الزواج ولا زال. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هذا وصل إلى مرحلة المرأة الطرف الآخر ما يمثل إليه رغبة، وصل من حد إلى حد من الإشباع بهذه العادة إلى حد الطرف الآخر ما يمثل إليه رغبة، ما يرغب فيه، لأنه ما يرغب فيه ما راح يسعى إليه، خصوصا مع صعوبة الحصول عليه. وعلى أساس ذلك سوف يتوقف الناس. أنت ممكن تقول إلي أنت شايف 700 واحد، 193 واحد بس اللي قالوا لا، إنزين ليش ما تنظر إلى 461 قالوا نعم؟ أنا أقول إليكم أيها الأحبة، هذا من 700، لكن لو أن الذين هي 700 اللي شاركوا، لو أن الذين يعانون من هذه الممارسة 5000 مثلا، 28% من 5000 شقاد، عدد كبير يمكن يوصل 2000، 2000 منهم يجدون أن الزواج مو حل، ما راح يسعون إليه. عدد كبير لولا عدد كبير، وهذا مأساة إذا أحجموا عن الزواج واستغنوا عنه بهذه العادة. مأساة، أمر خطير، أمر خطير بمعنى الكلمة. فهذه محرمة لأنه يستغني بها الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. الآن ممكن الأمر مو واضح، لكن تعال إلى قدام الأمر راح يصير واضح، وش راح تشوف أن بعض الناس يصلون إلى سن الزواج وما يرغب بالزواج، لأنه هذا الأمر إذا كان موجود بعد ليش أنا أتزوج؟ يستغني بها الرجال عن النساء. أيضا محرمة لأنها تقود نحو محرم آخر. إذا تذكرون أيها الأحبة أمس لما طرحنا الدراسات التي تتكلم عن النظرة المحرمة، واحدة من الدراسات شو تقول؟ تقول أنه النظرة المحرمة تجعل خلايا المخ تفرز هرمونين، هذين الهرمونين مسؤولين عن السعادة، تفرزهم بشكل كبير لما ينغمس الإنسان بالمشاهدة المحرمة، مشاهدة المادة الجنسية، الفيلم الجنسي أو الصورة الجنسية. فبسبب إفرازه بشكل كبير، إفراز هذين الهرمونين بشكل كبير، يصل الإنسان إلى مرحلة
مشاهدة هذه الأفلام لا تشبعه. لذلك عندهم دراسة تقول أن من يكرر مشاهدة الأفلام الجنسية عادة ما يصل إلى محرم آخر. عادة ما يصل إلى محرم آخر. الحين شنو عندنا الدراسة تقول نحن شفناه، يعني مو الدراسات الموجودة في الغرب، أن سألنا هل قادتك، احنا سألنا هل قادتك هذه العادة نحو محرم آخر؟ 221 جاوبوا نعم. 221 من 700 جاوبوا نعم، قادتنا نحو محرم آخر. هذا معناته شنو؟ احنا اذا تتذكرون في كمائن الشيطان قلنا شنو؟ الشيطان ما يجي لك يقول لك ازني، لا، يستدرجك. اول شيء خليه يطيح في النظر المحرم، عقب النظر المحرم يدخله في العادة المحرمة، عقب العادة المحرمة يدخله في الممارسة المحرمة، شوي 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 لما يوديه النار، شوي شوي لما يوديه النار. فعندنا ليش محرمة؟ لأنها تقود نحو محرم آخر، لأنها تقود نحو محرم آخر. إنزين إنزين، سوت إذا كانت محرمة شنو؟ محرم شو نسوي؟ أنا أقول أيها الأحبة، أنت حينما الممارس لهذه العادة، الممارس لهذا العادة حينما يمارسها هو شنو قاعد يسوي؟ هذا جاي إقامر برضا الله سبحانه وتعالى، ومنه مننا مستعد انه يتخلى عن رضا الله؟ في احد مستعد يتخلى عن رضا الله؟ في احد مستعد انه يقول لله سبحانه وتعالى هذا رضاك انا لست في حاجه اليه؟ في احد مستعد؟ عمليا من يمارس هذه العاده كانما يقول نفس الكلام. لماذا؟ لأنه يصر عليها ويصر عليها ويصر عليها، كأنما يقول لله سبحانه وتعالى أنا أعلم أنها محرمة وأنها لا ترضيك ولكني سوف أقوم بها، كأنما يقامر برضا الله، يشهر سيف المعصية في وجه الله سبحانه. وما أنا يا رب، وما خطري، أنا شنو أمامك يا رب عشان أشهر هذا السيف في وجهك؟ أنا من أمام الرب؟ أنا من أمام الله؟ أنا أتحمل شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى عشان أقامر برضاه عني؟ أنا شيء بدون رضا الله سبحانه وتعالى؟ أنا شيء بدونه؟ أنا لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، أنا لا شيء. فإذا كنت أنا لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، من منا يستطيع أن يتخلى عن هذا الرضا؟ هذا واحد. اثنين، هذا النوع من المحرمات، هذا النوع من المحرمات، انتفتوا يا ينيع رحم الله والديك، هذا النوع من المحرمات جزاؤه في الدنيا وخيم، وعذابه وفضيحته، خل خطين تحت فضيحته، في الآخرة عظيم. شلون؟ رقم واحد، في الدنيا الذين يعتادون على هذه العادة السيئة حياتهم تصبح جحيم، لذلك احنا قلنا جحيم السرية. جحيم من أي ناحية؟ صحتهم تروح، باكر راح نتكلم عن صحته الممارس شلون، صحته تروح، دينه يروح، نفسيته عادة ما يعيش القلق والتوتر والخوف تروح، علاقته بالآخرين تروح، كل شيء في حياته يروح. هذه في الدنيا يصير حياته فاشلة، هذا في الدنيا. في الآخرة خلك من العذاب، هذا العذاب يشترك فيه من يمارس هذه العادة ومن يظلم الناس وإلى خلاف، لكن الفضيحة أنت مو، إحنا دائما نخاف من الفضيحة، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، مو نخاف من الفضيحة؟
من يريد أن يعيش ألم الفضيحة؟ ما حد يريد. لا، وتعال شوف نوعية الفضيحة بأي طريقة راح تصير. تقول الرواية: يصدر من فروجهم رائحة يتأذى منها أهل المحشر. بهذه الطريقة يفضح الله سبحانه وتعالى من يعيش ويمارس هذه العادة. شلون؟ في المحشر الناس كامل موجودة، وإذا بهم يشمون هذه الرائحة المقززة ويجون يدورون من وين مصدر هذه الرائحة، يشوفون هذا الذي مارس هذه العادة، فيتقزز منه الناس ويتركونه ويبتعدون عنه ويفضح. إذا كان واحد محسوب على خط الإيمان والالتزام، فضيحة فضيحة غير طبيعية، يفضح على رؤوس الأشهاد برائحته النتنة. هذا اثنين. ثلاثة، في كل مرة يمارس هذا الممارس جاي يحتطب على ظهره ذنب. زين، احنا شفنا في من خلال الاستبيان لما سألنا هذا السؤال: كم مرة تمارسها في اليوم؟ في ناس جاوبوا أكثر من 3 مرات. فإذا كان يمارسها 3 مرات أو أكثر من 3 مرات في اليوم، فهو يحارب الله ويعصي الله أكثر من 3 مرات في اليوم بسبق إصرار وترصد، يعلم بحرمتها ويمارسها ويصر على ممارستها. وهذا يقودنا إلى 4: لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. الذي يقوم بالكبيرة يستغفر، يغفر الله سبحانه وتعالى إليه. إذا هذا في كل يوم قاعد يمارس، وإحنا إذا جينا إلى هاي النظرية اللي تقول ماكو شيء اسمه صغيرة وكبيرة، بما أنك تعصي الله كل المعاصي كبيرة، فهذا قاعد يمارس الكبائر في كل يوم أكثر من 3 مرات. قاعد يمارس هذه المأساة، يضر نفسه يقتل نفسه أكثر من 3 مرات في اليوم. بهذه الطريقة نصل إلى هذه النتيجة، أن هذه العادة سيئة جدا، تهلك الإنسان هلاك ما بعد هلاك، هلاك ما بعد هلاك. احنا نريد نحصن المجتمع من هذه العادة، لأنه إذا تحصن أصبح عصي على أنه يخترق. إذا كان الثمن أن إحنا نصير في وجه المدفع مو مشكلة، أهم شيء ما تصير هذه العادة منتشرة. عندنا الإمام الحسين سلام الله عليه قدم نفسه الزكية لأجل الدين، قدم نفسه، قدم أصحابه، قدم حتى رضيعه. لما أن نبت ذلك السهم في نحر رضيعه، أخذ من دمه الشريف ورماه إلى السماء وهو ينادي الله سبحانه وتعالى: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. السيدة زينب في يوم العاشر، عصر اليوم العاشر، تتخطى القتلى واحدا بعد آخر حتى تصل إلى جثة الحسين عليه السلام، وإذا بها تراه مكبوبا على وجهه قد غيرت جماله تلك الجراحات، تأخذ تلك الجثة تسنده إلى صدرها، ترفع طرفها إلى السماء وتنادي: اللهم تقبل منا هذا القربان. تقوم تتوجه إلى ابن سعد: يا ابن سعد، أليس فيكم رجل رشيد فيواري جثة أخي الحسين؟ يجيبها ذلك اللعين، يقول لها: ماذا تريدين؟ تقول له: واروا جثة أخي، واريتم جثث موتاكم، واروا جثة أخي. فينتبه إلى جنوده: أجيبوا هذه المرأة
يقولون يا أمير كيف نجيبها وإذا به ينادي علي بعشرة من الخيال أن يردوا جسد أخيها أمام عينها. ويا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي، هذا جسد حامل حرام فوق الثرى ما أرمي مرمي على التربان مرمي على بس ما سمعها بن سعد نادى فرسان بالله دلب الخارجية لفات تنخان بنت النبي العدنان بنت النبي العدنان صاح وشلون نجاوبهن جهز الواليها قالهم خيول الأعوجية ركبوا عليها وخلوا الجسد ميدان خلوا الجسد وركبت من الجيمان عشرة ورضضا وصادرا وزينب تعاين كيف يتكسر خراز ظاهرة وتجري الدمع غدران تجري الدمع غدران صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوالي بركضك يا ميشي وما هدمتي سوريا العالي يا ضيعت النسوان يا ضيعت رجعت إلى تلك الخيمة المحروقة تجمع العيال والنساء أخذت تنادي كل واحد باسمه رملة موجودة قالت موجودة ليلى موجودة قالت موجودة أحصتهم وإذا بها ترى مرأة مجلببة بالسواد واضع رأسها بين ركبتيها في زاوية المخيم ذهبت إليها قالت لها أمت الله من أنت من قتيلك وإذا بها تنادي من الوالدة والقلب له فان ودور عزبني وإن ما شاء أوالي على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان يا أن لعبت عليه الخيل هي ميدان عرفتها فاطمة وإذا بزينب تنادي يما يما يا زهرة تعالي تعالي شوفي كربلا اش سوت بحالي
لاني ضعيف بغير والي وجفت اخوي حسين رضاه قبالي يا وجفت اخوي حسين رضاه يا قبالي فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك.